السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله يومكم بكل خير. موضوعنا الشباب اليوم راح يكون آخر جزء عن التشابتر 2 بالمادة الفيجوال بيسك سي اس 110. راح ناخذ فيها الـ 3 تايبس اوف ايرور. لكن قبل لا أبدأ فيها لازم أعلق على شغلة الاوبشن ستريكت، علو صار معي سبق لسان. اوكي، الآن Option Strict معناها إذا أنا فعلتها بتمنع لغة الفيجوال بيسك إنه تحول داتا تايب من نوع إلى آخر. فإذا أنا فعلتها إلى On Option Strict هي Off، بتكون Off يعني اللغة بتحول أنواع البيانات من نوع إلى آخر، من Integer إلى String، من String إلى Double، من Double إلى String، بدون تدخل برمجي، بدون ما أنا أكتب كود. هذا إذا كانت Off، وهي بتكون عادة أوف لأن اللغة بتحول من نوع إلى آخر بكل أريحية. لكن إذا أنا فعلت الأوبشن استريكت إلى أون، إلى أون سواء عن طريق هذا، عن طريق التولز أو الأوبشنز، عن طريق هذا، عن طريق هذا الخيار، أو عن طريق كتابة كود اللي هي أوبشن استريكت أون، إذا خليته أون بالحالة هاي اللغة الفيجوال بيسك ما بتحول لحالها، ما بتحول لحالها من نوع بيانات الى اخر. لابد اني انا اعمل conversion عن طريق convert integer او convert string او convert double. اما الفانكشنز بيعملوا convert، يعني convert integer بيحول الى integer، convert string بيحول الى string، convert double بيحول الى double. هذا اذا خليتها option strict on. on معناها يا لغه الفيجوال بيسك ما تحول لحالك، انا كمبرمج بدي اكتب الكود. هذا توضيح انا لابد اني احكيه. اوكي، طبعا هون اوبشن استريكت اون معناها انه مطلوب المبرمج هو بيقوم بعمليه التحويل. هذا اذا خليته اوبشن يعني استريكت اون. اذا خليته اوف، اذا خليته اوف اوبشن استريكت اوف معناها اللغه لحالها بتقوم بتحويل انواع البيانات الى اخر، اللغه او الكومبايلر عفوا بيقوم بتحويل من نوع بيانات الى اخر. اوكي، هاي أول ملاحظة. في ملاحظة ثانية بالنسبة للفونكشنز تبعون strings. الفونكشنز الآن زي مثلاً character عرفتها كstring وضعت فيها قيمة، ممكن أنا الآن أعرض length of character 1 الآن character 1.length، ما في داعي أحط أقواس هنا، يعني مو شرط أني أحط أقواس، مع أنه length هنا يعتبر function أو يعتبر method تابع للكاركتر، لكن في حالة معينة ما في داعي أن أضع فيها الأقواس. فبالتالي length لترم length أوكي length والتو أبر والترم والتو لور، هدول ما في داعي أن أضع أقواس، ما في داعي أن أضع أقواس لأنه ما بياخذوا parameters، لأنه ما بياخذوا parameters. أوكي، هي ملاحظة كمان ثانية. ننتقل الآن لموضوعنا اللي هو type of errors. Three types of errors. إنه ممكن يصير عندنا ثلاث أنواع من الأخطاء، ثلاث أنواع من الأخطاء داخل برنامجنا. أول نوع اللي هو syntax error، النوع الثاني runtime error، النوع الثالث logic error. فهذول هما ثلاث أنواع من ال من ال من ال error ممكن يكونوا في البرنامج، ممكن يصيروا مع أي مبرمج. أول نوع اللي هو syntax error اللي هو الأخطاء الإملائية، الأخطاء الإملائية أو الأخطاء القواعدية. أو الأخطاء القواعدية، يعني تكتب كوماند أو تكتب كود بالفيجوال بيسك مخالف لقواعد اللغة، مخالف لقواعد اللغة، لقواعد الفيجوال بيسك، لقواعد لغة الفيجوال بيسك. زي ما أنت الآن عندك لغة إنجليزية أو لغة عربية، لما تحكي فيهم أو لما تكتب نص باللغة العربية مطلوب تكتبه حسب قواعد اللغة. كمان لما أكتب أنا الآن كود بالفيجوال بيسك لابد أن أكتبه حسب قواعد اللغة. إذا ما كتبته حسب قواعد اللغة بيعطينا أو بيطلع لنا syntax error. مثلاً misspelling listbox.items.add3. الايتمز هون ناقصها الاي، ناقصها الاي، items ناقصها الاي، اي تي اي ام اس. فالان انا لما انسى حرف زي هيك هذا يعتبر syntax error، هذا الكود syntax error. الان كمان قد يكون syntax error omissions، مثلا listbox.items.add2 plus nothing،
2 plus nothing، الآن ما بزبط إني أعمل البلس البلس مع ولا إشي. أنا عملت 2 plus لابد إنه أكتب قيمة 0 1 10 100 سالب، لكن أكتب 2 plus nothing هذا الإشي مخالف لقواعد الفيجوال بيسك، فبالتالي هذا الكود راح يعطيك عليها syntax error. طبعا امتى راح يعطيك عليها syntax error؟ لما تعمل compilation، لما تعمل compilation أو يعني شو translation، يعني لما تعمل run، قبل ما لما بدك تعمل run بيعطيك رسالة غلط إنه في عندك syntax error وفي عندك error، صلحها عشان تقدر تعمل run. مثال آخر عليها اللي هي إنك تضع punctuation بشكل خطأ، زي مثلا dim m semicolon فاصلة منقوطة n as integer. أنا الآن لما أعرف m و n من نوع integer بضع بيناتهم كومة، بضع بيناتهم كومة كومة، ما بضع فاصلة يا منقوطة، فبالتالي هاي الفاصلة منقوطة إيش تعتبر؟ تعتبر syntax error، تعتبر خطأ إملائي، تعتبر خطأ إملائي. أوكي طيب خلينا نحن نطبق مثال على syntax error. هاي أرجع للبرنامج للكود تبع الفورمات، دبل كليك عليه. أوكي مثلا dim x وكوما y عرفته من نوع string، هذا الكود تبعنا صح، عملنا run بيعمل run. الايرور في عنا ايرور؟ لا ما في. طيب لان اذا وضعت انا dim x بعد هيك فاصله منقوطه، فاصله منقوطه as y، لاحظ معي اعطاك هنا اشاره، لان اذا بدي اعمل run انا احكي لي there would be error would you like to continue and run the last successful build، بدك تنفذ اخر تنفيذ صحيح ولا لا؟ لان الكود تبعك شو في؟ في ايرور. انا بحكي له نو، لان هي الايرور اعطانا 4 ايرورز، لاحظ معي خطا بسيط واحد كر لاخطاء عده، لانه اكس ما تعرف عليها، فصار في كل مكان لاحظ معي في اكس عم بيعطيني عليها ايرور. فالان لما تصلح انت الاخطاء زي هيك بلش من اول خطا من فوق، كاركتر از نوت فاليد، هذا الايرور نمبر 1. هاي 2 3 4 اي 2 3 4. عاده لما نصلح الاخطاء بنصلحها من اول خطا، لانه قد يكون عندنا خطا واحد بعد هيك نتيجه لإله طلعت اخطاء ثانيه، فدبل كليك عليه هيو هو اعطاك اياه الاشاره، فانا الان بصلحها الى كوما وبعمل رن. لاحظ معي عمر رن والايرورز عندي هي زيرو، ما في فورمات، نفذ الكود تبعي ما في اي مشاكل. اوكي طيب الان عندنا مثال اخر على اوكي النوع الثاني من انواع من انواع الايرور اللي هو ران تايم ايرور. ران تايم ايرور، ران تايم ايرور هو اللي هو خطا بيحصل اثناء التنفيذ، الايرور بيصير اثناء التنفيذ. النوع الاول سينتاكس ايرور، لما كنت بدي انفذ انا لما كنت بدي انفذ التنفيذ ما صار لانه اعطاني الكومبايلر انه في عندي ايرور صلحها عشان يقدر هو ينفذ. لكن بالران تايم ايرور انت عامل كود سينتاكس صح، جرامر صح، يعني كاتب الكود حسب قواعد لغه الفيجوال بيسك، حسب قواعد واملاء لغه الفيجوال بيسك، ما في لا سينتاكس ايرور ولا جرامر ايرور. لكن هون بصير عندك خطا اثناء التنفيذ. مثال على ذلك اللي هو اوفر فلو ايرور، هو اوفر فلو ايرور انه تكون عندك داتا بتسع حجم معين، انت وضعت فيها داتا بحجم اكبر، وضعت فيها داتا بحجم حجم اكبر، يعني مثلا dim num var as integer يساوي مليون مليون، بعد هيك num var equal num var dot num var. نحن متذكرين الانتجر كان بتقبل ارقام من سالب 2 مليار وإشي الى 2 مليار وإشي. لما انا الان اضرب مليون بمليون اللي هو نمبر بنمبر بصير عندي مليون المليون اللي هو الالف المليار اللي هو تريليون، لكن الانتجر بتقبل ارقام ل 2 مليار ل 2 مليار، فانا الان كيف بدي ادخل في قيمه اللي هي 1000 مليار؟ فهذا دخلت في بيانات اكبر من سعته، بدي احط في بيانات اكبر من سعته فراح يعطيني عليه ايرور. لكن الكود هذا اللي امامنا ما في سينتاكس ايرور، لانه املائيا صحيح، قواعديا صحيح، ما في اخطاء،
لكن لما انفذ انا واعمل تنفيذ لهذا الجزء راح يصير عندنا اوفر فلو، انه النمبر اللي نوعه انتجر وضعت في قيمه كبيره جدا ما بتحملها، فبصير عندنا ما يسمى بالاوفر فلو ايرور. طيب خلينا ننفذ مثال عليه. اوكي، على نفس الزر dim مثلا a1 as integer a1 plus equal a1 بعد هيك msg sorry msg box لايش لا a1. طيب هاي run، عمل run error، ما في عنا error، اذا ما في عنا syntax error، ما في عندنا syntax error. هيا نفذنا. طيب format ضغط عليها enter your name، تدخل النيم هاي احمد. اوكي اعطاني your name is احمد، the length of your name is 5. اوكي واعطانا 0. تمام. اوكي الان ما صار عندنا شيء لانه انا مش واضع في قيمه. طيب هي مره ثانيه A1 يساوي مليون 1 2 3 1 2 3. اوكي وضعنا، احنا نسينا نعمل له initialization، فهو اخذ قيمه اوليه ل A1 هي 0، فضرب A1 في A1 0 في 0 ضلت 0. اوكي هي run، لاحظ معي ما في عندنا error، syntax error ما في. format enter your name جمال. اوكي your name is جمال، length عندنا 5. طيب هاي اوكي. لاحظ معي overflow exception was unhandled، اعطانا overflow exception، والمشكله هنا انه اضرب الانتجر بنفسه فبصير عنده قيمه مليون بمليون اللي هي 1000 مليار اللي هي مليون المليون، فهي القيمه اكبر من سعه الانتجر فاعطاني عليه ايرور، فهذا مثال على overflow ايرور. أنا بعمل أنا إند للديبج أو ستوب لليش للديبج. أوكي طيب الآن أوكي هذا الكود راح ألغي، خليك كومنت. أوكي النوع الثالث يا شباب من الأخطاء اللي هو لوجيكال إيرور. لوجيكال إيرور معناها أخطاء منطقية، معناها أخطاء منطقية. الخطأ المنطقي الآن سينتاكس ما بيكون عندك فيه إيرور، سينتاكس ما في إيرور يعني قواعديا ما في عندك أخطاء. الران تايم إيرور إنك بتعمل ران للبرنامج، بيشتغل البرنامج وبيعطيك نتائج، بيعطيك نتائج، ما بصير عندك مشكلة أثناء تنفيذ البرنامج زي ما صار عندنا إنه وضعنا قيمة أكبر من حجم الانتجر فأعطانا مشكلة بالأوفر فلو. لان كروجيكال ايرور شو معناها؟ معناه انه برنامجك بيشتغل ما في اخطاء، ما في اخطاء املائيه بتنفذ، لكن بيعطيك نتائج غريبه، لكن بيعطيك نتائج غريبه، يعني انت بتتوقع نتيجه هو بيعطيك نتيجه مختلفه، هو بيعطيك نتيجه مختلفه. مثال على ذلك dim average as double، dim m as double يساوي 5، dim n as double يساوي 10. طبعا واضح انه انا بدي اجمع ام وان عشان اطلع الافرج، الافرج اللي لهم اللي هو معدلهم اللي هو مجموعهم على 2. فانا شو حكيت وبالكود شو موجود؟ افرج يساوي ام بلس ان على 2. هذا الكود لما بتنفذ هل في سنتاكس ايرور؟ لا. هل في ران تايم ايرور؟ كمان لا، لانه بتنفذ بيعمل رن بيعطيك نتيجه وما بيعطيك اي اشكاليه نهائيا، لكن بيعطيك نتائج غريبه، بيعطينا نتائج غريبه لانه انا كتبت معادله ولكن المعادله تبعتي لوجيكلي غلط، منطقيا غلط، لكن املائيا صحيحه. ام بلس ان على 2 هي السنتاكس والجرامر حسب قواعد الفيجوال بيسك صحيح ما في مشكله، لكن لوجيكلي اللوجيك تبعها في مشكله. انا بدي مجموع الرقمين على عددهم اللي هو ام زائد 2 زائد ان على 2. هو الان ايش راح يصير بما انه عندي بلس وقسم الاولويه للقسمه؟ راح يقسم بعدين راح يجمع، يعني راح يقسم 10 على 2 تساوي 5 وراح يجمعها مع 5،
فراح يعطيني الافرج 5 اي 10 عفوا، هي 5 زائد 5 بيعطيني 10. The value of average will be 10 should be 7.5، مع انه انا بتوقع الخمسة والعشرة يعطيني average لهم 7.5 لكن هو اعطاني 10. فهذا مثال على logical error، انه الكود تبعك شغال، syntax مظبوط، grammar مظبوط، ما في runtime error لكن بيعطيك نتائج غريبة. طبعا اصعب انواع اصعب انواع ايجاد logical error هو من اصعب انواع ايجاد المشاكل. يعني اذا كان عندك صار عندك سينتاكس ايرور ممكن تلاقيه بسهوله، اذا صار عندك اوفر فلو ايرور ممكن تلاقيه يعني بسهوله. واصلا السينتاكس ايرور البرمجيه بتعطيك اشاره انه عندك سينتاكس ايرور في لاين كذا او لاين كذا، لكن لوجيكال ايرور اللي البرنامج ما بيعطيك اي اشاره ان المشكله عندك هنا، انت بدك تتبع البرنامج بدك تشيك عليه. عشان هيك ايجاد اللوجيكال ايرور اصعب من ايجاد السينتاكس ايرور واصعب من ايجاد الران تايم ايرور. ايجاد اللوجيكال ايرور صعب جدا جدا جدا، بياخذ وقت كثير. وانا قلت لكم على مثال صار معي انه كان عندي مشكله بالانيشاليزيشن، بالانيشاليزيشن للاري كان يعطيني نتائج غريبه عجيبه، قعدت اتبع البرنامج 4-5 ساعات لان البرنامج كان ضخم، كانه وجدت المشكله، وكانت المشكله فقط اللي هي ما في انيشاليزيشن للاري، فكان ياخذ قيم من الرام سالب وموجب وزيرو، فبناء عليها اعمل عمليه حسابيه فكان يعطيني نتائج غريبه. عشان هيك ايجاد اللوجيكال ايرور عمليه صعبه وبتاخذ وقت كثير. اوكي، هاي هي الايرور ليست ويندو. طبعا مثل ما حكينا عنها لما يصير عندك سينتاكس ايرور بيطلع لك بالايرور ليست مجموعه الايرورز، وين هي؟ لما يكون عندك سينتاكس ايرور اللي هو الاخطاء الاملائيه، بيعطيك طبعا علامة انه الخطأ وين موجود، بيعطيك علامة عليهم اشارة يعني. لان هون عندنا موضوع الانترنال دوكيومنتيشن هو توثيق الداخلي، يعني اعمل دوكيومنتيشن توثيق داخلي. Other people can easily understand the program. اللي نشوف فوائد الانترنال دوكيومنتيشن، ايش فوائدهم؟ انت لما تعمل برنامج او تكون ضمن تيم بدك تعمل بروجكت او تعمل برنامج، لما تعمل برنامج مناسب انك تعمل له انترنال دوكيومنتيشن توثيق داخلي، تعمل توثيق له. توثيق اللي هو شرح اليه عمل النظام، تشرح اليه عمل النظام، بتوضح الكود شو بيساوي، هذا الكود شو بيعمل، هذا الكود ايش بيعمل، هذا الفانكشن شو وظيفته، توضيح. لأن الدوكيومنتيشن شو فائدتها؟ إنه بتساعد أشخاص آخرين على أن يفهموا البرنامج تبعك. يعني إذا أنت كتبت برنامج كود وفيه دوكيومنتيشن وهذا البرنامج مع الدوكيومنتيشن عطيته لصاحب لك، صاحبك الآن لما يقرأ الدوكيومنتيشن ويشوف الكود راح يفهم البرنامج بشكل سريع. You can understand the program when you read it later. كمان الدوكيومنتيشن بتساعدك أنت على انك تفهم برنامجك بعد ما ترجع له بعد فتره. يعني ممكن تكتب برنامج طويل شويه تضع فيه دوكيومنتيشن تتركه شهر او اثنين وترجع له بعد فتره، لما ترجع له بعد فتره راح تكون ناسي انت الكود، ناسي هذا الكود شو بيعمل، لكن لما تقرا الدوكيومنتيشن راح تفهم البرنامج تبعك شو بيسوي وراح تستوعبه بسرعه مع انك انت اللي كتبته. عشان هيك مهم يكون في دوكيومنتيشن لأي بروجرام، خصوصا لما نحكي عن برنامج حجمه جيد يعني 100 سطر 200 سطر او اكبر. Long programs are easier to read because the purposes of individual pieces can be determined at glance. كمان لما يكون عندنا برامج كبيرة ممكن تصير اسهل قراءتها، اسهل فهم الأجزاء تبعونها. لما يكون عندك برنامج كبير عادة المبرمجين بيقسم البرنامج إلى أجزاء، إلى بلوكس، إلى بلوكس، إلى بيسز. فأنت الآن مطلوب يكون في عندك دوكيومنتيشن لكل بيس، لكل بلوك، بحيث لما يصير عندك هذا البرنامج الكبير في بلوكس وكل بلوك له دوكيومنتيشن ويجي شخص آخر يقرأه أو أنت نفسك ترجع له بعد مرور فترة، راح يكون أسهل عليك إنك تفهم هذا البرنامج وتفهم آلية عمله. لأن الكومنتس اللي هي التعليق قد يكون احيانا زي دوكيومنتيشن، زي توثيق، لكن التعليق بيكون جوات الكود والتعليق ما بتنفذ.
الكومنتس لما تتنفذ، فبالتالي هي مش تابعه للسنتاكس تبع اللغه. يعني انت الان لما اضع كومنت انا اللي هي الكومه، ما بعد الكومه بالفي بي يعتبر كومنت، هذا الكومنت اللي هي ما بعد الكومه بتكتب اي شيء بدك اياه، بتكتب اي شيء بدك اياه، هي توضيح للكود، توضيح للكود. الان هذا هي الكومنت ما بتتنفذ، ما بتتنفذ، يعني مجرد ما انه الكومبايلر يشوف الكومه بتجاوز عن اي شيء بعديها، dim rate as double هذا كود بعديها في كومة، فاذا هذا اللي بعديها راح يكون ايش، راح يكون كومنت، فالكومبايلر بتجاوزه خلاص، شو ما كان بعد الكومة بتجاوزه، راح انه راح تكون عبارة عن كومنت. الشيء نفسه الان dim pure balance as double current balance، هي توضيح للفاريبل، والكومبايلر متى ما شاف الكومة راح يتجاوز عن ما بعدها لانه عبارة عن كومنت او عبارة عن تعليق. الان في عندنا هون automatic colorization، تلوين تلقائي، لما تضع كومنت انت بالفي بي بتصير لونها جرين، فهذا راح يساعدك على قراءة البرنامج. string literal لما تضع اي string راح تكون مارون بهذا اللون. الكيوردز اي كلمة مفتاحية راح تكون بلو، زي public زي private زي sub زي integer زي dim. والكلاس نيم تركواز راح تكون اسم يعني هذا الكلاس. Note examples of keywords، من أمثلة على keyword ال handles ال sub وال end. Examples of class names راح يكون form 1 math و message box، وكل واحد فيهم له لون تظهر لك إياه البرمجية عشان تساعدك على قراءة البرنامج. وهذا الإشي واضح بالنسبة لنا نحن، لاحظ معي إنه هاي عبارة عن comment، هذا عبارة عن keywords باللون الأزرق. مثلا لاحظ معي الفورم 1 بهذا اللون، فانت هيك بتقدر تقرا برنامجك بطريقه اسهل بطريقه اوضح، بتقدر تفهم الكود بشكل اسرع. اوكي، عندنا الان اللاين الكونتينيوشن، a long line of code can be continued on another line by using an underscore preceded by a space. إذا أنا الآن بدي أكتب نص أو أكتب كود على أكثر من سطر، مثلاً عرفت أنا الآن متغير، عرفت متغير MSG وبدي أضع فيه assignment، بدي أعمل له assignment MSG يساوي I am going to make، بعد هيك عملت الـ add الـ and وضعت الـ underscore، وضعت underscore بعديها space underscore space، بعد هيك كملت النص اللي بعده him and on an offer he cannot refuse. بالتالي هي راح تكون زي عبارة عن نص واحد. مع انه انا الان لما اكتب نصين بالطريقة هاي على الفي بي بدون هدول الاشارات بيعطيني عليه ايرور، لكن مع طريق الاندرسكور والسبيس بقدر اني اكتبهم على سطرين مع بعض، خصوصا اذا كان النص طويل وانا بدي اياه يظهر امامي، وانا بدي اياه يظهر امامي، اللي هي عن طريق الاندرسكور ومتبوعة بسبيس. اوكي، فاذا مطلوب تكون الاندر سكور مسبوقه، مطلوب تكون مسبوقه بسبيس preceded by space، اذا مطلوب الاندر سكور مسبوقه بسبيس عشان اني استمر بكتابه السترينج مع السترينج الثاني. اوكي، هون الان عندنا مثال على شكل وظيفه، انه انتر اس تي دي نمبر، انتر اس تي دي نيم، انتر ميد مارك، فاينل مارك، هذول عباره عن تكست بوكس وفوقهم ليبل. هون عندنا الليست بوكس، اد بضيف لي ستودنت نمبر، ستودنت نيم، الميد مارك، الفاينل مارك، وبتحسب التوتال وبضيف لي اياه بالاخير، فبالتالي راح يكون عندك تكست بوكس بعدد اربعه، 1 2 3 4، ليبل عدد 4، 1 2 3 4، باتون 1، الليست بوكس 1 2 3 4 5، عندك 5 ليست بوكس بحيث تدخل بيانات اد ضيف لك اياها هون، وانت بتطلع التوتال اللي هو مجموع الميد والفاينل. اوكي، طبعا هذا الكود اللي لإلها، وفي هون كمان يا شباب مجموعة اكسرسايز.
يعني هنا مجموعة اكسرسايز مع انه في جزء من الكود موجود لإلهم. ارجو من الكل انه يحلوا هاي الوظيفه، الوظيفه انك تقوموا بحلها، هي الوظيفه هاي بالاضافه الى الاكسرسايز اللي موجود هنا 1 و 2، رجاء انكم تعملوا على حلها. يعني هاي الوظيفه انا وضحتها اوكي، والكود تبعها موجود هنا بس طبقوها. الاكسرسايزز مثلا design and write a program to get two numbers from the user by two text boxes. When you click on the button which has the caption add, the result will appear in a label. بدك الان انك تقرا رقمين، get two number، تقرا رقمين من اليوزر، يعني اليوزر رح يدخل هدول الرقمين عن طريق text box. طبعا كل رقم text box، يعني عندك text box الرقم الاول، text box ثاني الرقم الثاني. بعد هيك عندك زر عليه كابشن اد، عنوانه اد، النص الظاهر عليه. لما تضغط عليه بدك تجمع الرقمين مع بعض وتطلع النتيجة بليبل. النتيجة بدي اعرضها على ليبل، مجموع الرقمين طبعا كأرقام. يعني دخلت 5 و10 بدي يطلع لي 15، دخلت 20 و40 بدي يطلع 60. Okay. اثنين، rewrite exercise one with using two input dialog boxes for getting the two numbers from the user instead of the text boxes. الآن تعديل الاكسرسايز الثاني، تعديل على الأولاني، إنه بديك تقرأ الرقمين من input box مش من text box. يعني تقرأ رقمين لكن من dialog box اللي هو input box مش من text box. When you click on the button which has the caption add, the result will appear in a message box. الآن بدك كمان زر يعمل add الرقمين مع بعض، والنتيجة بديها تظهر على message box. النتيجة تظهر على message box اللي هي مجموع الرقمين مع بعض. حلو يا شباب هدول الوظيفتين مع بعض، وإلنا لقاء قريب بإذن الله تعالى. يعطيكم ألف عافية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.